اوروبي او ما يعني مشكلتنا هذه مشكلتنا عقده الاجنبي. التدريب عقليه وليس جنسيه، ودليلنا حسن الشحاته مثلا. اذا نحن بحثنا عن العقليه وليس الجنسيه، لا تهمنا الجنسيه. كان عندنا مدرب فرنسي، فرنسي صح؟ تحضر للتدريب تجده للاسف، للاسف انا ما احب طبعا اتكلم خلفه حتى لو كان غير مسلم، ولكن اقول الواقع بامانه، كان يجمع الكور، يترك التدريب ويجمع الكور في التدريب. اذا فرنسي لا، اذا التفكير في العقليه وليس الجنسيه. ان شاء الله غيرنا الجهاز الفني، سنقوم بتغيير بعض اللاعبين الاجانب، سنقوم باحضار لاعبين سعوديين خاصه في الاظهره، عندنا مشكله كبيره في الاظهره. ايضا حيكون عندنا فكر كبير جدا، بس للاسف الوحده تعرف ما حد يركز عليها. للاسف عندنا بعض من ينقل الصوره من الاخوه الصحفيين لا ينقلوها بالصوره المرجوه. احنا اول نادي سعودي يقدم مدير فني للنادي، الكابتن خالد جيزاني، خبره كبيره، دورات كثيره. الناس اللي ما يدروا عن يمكن تلميذ لبوبي روبسون الراحل، احد تلاميذه، الان مدير فني للنادي، يقوم بتابعه كل اعمال المدربين في النادي بكافه درجاتها. نقطة كبيرة، سنقوم بتغيير أجهزة الإدارية بغربلة شاملة، استراتيجية، هيكلة، حتشوفوها إن شاء الله في المستقبل. ما أقول كلام، بإذن الله حيكون فعل. حنعمل أكاديمية للنادي، في لاعبين بأمانة إحنا الآن ما أقدر أذكرهم، لأن أنت لو دخل والله إحنا متعودين منك على الصراحة، يعني أندية أغنى مننا بصراحة، لكن اللاعبين لو الآن يعني في ناس بيتفاوضوا معاهم برا، وكلاء يعني وكيل لاعبين، لاعبين لو جو حيكون مفاجأة كبيرة لنادي الوحدة، نقلة نوعية لنادي الوحدة في جلب اللاعبين الأجانب، يضاهوا ما يحضر الهلال وهذه الفرق يعني والاتحاد. جنسية أفريقية، أبشر أفريقية، ولكن على مستوى عالي جدا ومعروفين، ومن فترات بسيطة أسمائهم لمعت بصورة كبيرة جدا. سبق احترفوا الدوري السعودي؟ لا 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 أبدا، ما احترفوا قبل كذا.